اشتكيك لمين يا زمن، واشتكي فعلك العايش بالبخت والحظ خلتني بدون، ولبست ثوبي الجديد على بختي طلعت، وزرعت حبي الامل برضو ما طلعش، حتى اللي فيه العشم طلع العشم خايب. اشتكيك لمين يا زمن، واشتكي فعلك العايب في البخت والحظ واشتكي فعلك العايب بالبخت والحظ خلتني بدون، ولبست ثوبي الجديد الجديد على بختي ده نزرات حرف الآمل، على بغضي طلع دايب حتى اللي فيه العشم طلع العشم خايب. أيوة الله أيوة الله، ما تتحشمش على غير ربنا. جميل جميل سيدنا النبي جميل، صلى الله عليه وسلم. جميل وريقك عسل والكحل يا رباه، ولك فمي غاضب يا حضرة النبي، ولك أكفان يا وناني، ولك نوام معتدي والوجه ربان قلبك بكل الحكم.
وحلو ربي ولك فن خاطر يا حضري كيف يا بي ولك كفاية ولادي ولك أوان وتبري وجه ربك قلبك بكل الحجب مليان بإيمان قلبك بكل الحجب مليان بإيمان يا عطر عرق زهر يا ابا العينين يا رب من طيب ريحان يا سر روح الوجود يا ابا يا بدر ده انا اسمي سبا تاني حبيت اهل البيت ده انا حبيتك انت الاماره شغلتني بيك تاني يا بيك بكاس المدامه والمصحه فيها وتاني انا اللي فيا الدوه ده انا كل دوه العين انساني وكلمة الحق قبل الخلق جياني من غير ما اقول هاد الاقي عبود الحب بيوصل بس ده انا الحب في زماننا في زماننا ده ما فيش حاجه اسمها حب ابدا اه والله لا والله بقى فيه وقلنا اللي ما يحبش قفص القفص طنبور ابن طنبور خشب ابن خشب بس الحب الهول حب ربنا وحضرة النبي وآل البيت وحبنا لبعضينا حبنا لبعضينا يا قلبي خايف عليك من الحب 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 يا قلبي خايف عليك من الحب وانت لسه صغير قصة صغيرة عن الحب
قصه بتحكي عن واحد اسمه عبد العزيز بن سيدنا عبد العزيز ده كان بيحب مراته شويه فغلبته معاها. ايه اللقطه يا عبد العزيز؟ الله حاضر. اسمع الحب. احسن صبر في الدنيا صبرك على مراتك، بس الصبر نهون. صبر على المرض، على الوقت، مش تصبر عليها تجيب لها الكحل الاحمر والاخضر وتسيب شعرها على ضهرها. اللمضة يا عبد العزيز الله حاضر، وضى بالعشاء يا عبد العزيز الله حاضر، سوق كلوبة يا عبد حاضر، لغير ما سيدنا عبد العزيز زهق فطفش منها من بلاد الله دي خلق الله، وطلع على الجبل التقى ناس قاعدين في خيمة صغيرة لا شغلة ولا مشغلة، بس وقت الفطار ولا وقت الغداء ولا وقت العشاء يطلعوا قدام الخيمة يقولوا يا رب بحق صبر سيدي عبد العزيز دينا عمرات ونزلنا الميدة. تنزل المائدة وهم بياكلوا قاعدين، فخش عليهم سيدي عبد العزيز، هم سمعوا عنه بس ما يعرفوش، سمعوا عنه بس ما يعرفوش. طب ما انا بقولها واحدة واحدة خالصة. الاول تاني واحدة واحدة. قصتنا بتحكي عن واحد اسمه عبد العزيز بن الدرين. سيدنا عبد العزيز ده كانت مراته واصلة من الواصلين، مش اي واحدة، فغلبته معها شوية من كتر طلباتها. ايدي اللندة عبد العزيز الله حاضر، وضع بالعشاء عبد العزيز الله حاضر، ناولني القول اللي عنده حاضر. فكل حاجة في الدنيا لها طاقة، فسيدنا عباس ده زهق فسابها وطفش من بلاد الله لخلق الله، وطلع على الجبل بره البلد التقى ناس قاعدين في خيمة صغيرة لا شغلة ولا مشغلة، بس سمعوا عن سيدي عبد العزيز فكانوا بيدعوا ربنا بيه ويقولوا ايه يا رب بحق صبر سيدي عبد العزيز نترين على مراته نزل لنا المائدة، فتنزل المادة فياكل. فخش عليهم سيدي عبد العزيز هم مش عارفينه. السلام عليكم وعليك سلام الله. قال لهم مفيش واجب. قال ادعوا ربنا. طب تطلبوا من ربنا تقولوا ايه؟ ده سر ما نقولش عليه. يا سيدنا بتقولوا ايه؟ قالوا مش قايلين. طلع سيدي عبد العزيز قدام الخيمه وقال يا رب بحق ما بيطلبوا بيه نزل لنا المادة. نزلت. فكروا بانه عارف السر. فكروه بانه عارف السر. قال لهم انتوا بتدعوا ربنا بقى تقولوا ايه؟ قالوا احنا بنقول يا رب بحق الصبر سيد عبد العزيز ادينا على مراته نزل لنا الميت. قال لهم انا عبد العزيز بن الدرين وروع على مراته وجاب شويه قعد قاعد يعمل بردعه. قامت مراته تقول له بتعمل ايه يا عبد العزيز؟ بتعمل ايه؟ قال لها بعمل لك بردعه عشان تركبيني وتنزليني. بصت لاختها تلاقيها تلي البنت وخلي لك الولد. قال لها تلاها لا بنت ولا ولد من دلوقتي دبري نفسك. وهي لسه بتفكر تعمل ايه التقت مرسال عماره جاي لها اللي هو جوزها. فبصت لها
مفيش حمل ولا حاجة بقى وضعي. الحمد لله على السلامة يا سارة. خش هات المولود. جواب مين؟ ده كويس ان انا واقف اصلا. ايه؟ ايه؟ مين؟ مين؟ على مين؟ مين؟ سمعني كويس عشان اسمع. مين سمعني يا اخويا؟ لا انا ما غلطتش. خلي بالك انت اللي غدرت مش انا. ها؟ فنقي كلامك كويس. مش انا اللي غدرت يا حبيبي. ما انا بقول لك اهو مش انا اللي غدرت يا اخويا. واقول لك على حاجه احسن بقى. صاحب الليله ديت فيها كرامه اقسم بالله. احنا لغايه العصر ما كنتش جاي. واساله من اخر يعني عشان اجيب لك الدغري. ذكري لك يا مريد هو سبب سعادتك. يا مريد هو السبب سعد إن كنت فيه بحدي قال مولى بسعد ومزرع الزهر هتجنيه ليال بعد ازرع البيت هتجنيه العيال بعد ذكر الاله يا مريد. اه لا تقول لي فلان ولا علان ده ربنا وسيدنا النبي. ذكر الإله يا مريد جوا السبب سعدك ذكر الإله يا مريد هو السبب سعادتك إن كنت في ضيق ده إن كنت في ضيق هتلقى المولى بسعادتك يا ما الهدوء بالداري والله يا ما بالداري حاجات كتير قوي بالداري عيوب بشر بالداري اخلاق لما تشوف واحد لابس جلابيه فخمه كده تقول ده ايه هو ابن ايه بالداري العيان بالداري المعيوب بالداري حاجات كتير قوي الهدوء بالداري يا روحي يا روحي علي الوعد ألم علي الوعد بالألم طول علي سنين
والناس بتقول آه الله الله. روى يا عبد الشيخ شرف وعلى مهلك علينا شوية، احنا لسه بدري، الليل طويل. مدد يا اهل البيت. قابلتها في طنطا، كلمتها في السوق، خطرتها في مصر، اسمك ايه يا حلوة؟ قالت لي ده ناس من شوقي يا شوق، من طنطا لتشوق ما خدني الشوق وانا. مدد يا اهل البيت، علي الطلاق يا شيخ سمير، الا ابوه يموت ويجيبه لا يخش الجنة من غير حساب. اللي سكن مع البنت يا بنت خديني جنبك عشان ارتاح. يا بنت خديني جنبك يا ماما عشان ارتاح. اسمع البنت مين يا بنت. قالت لي حاسب ده انا ورايا عسكري. مدد يا سيدنا العسكري وفي ايده سلاح. قلت لها انت اسمك ايه؟ مش هقول لك على اسم عشان مش عاوزاك ترتاح. انت اسمك زكي ولا رقي ولا نفستي العلوم ولا ام العواج ولا ام العواج؟ قالت لي مش هقول لك، انا مش عاوزك ترتاح. انت معاك شهاده ولا فلاح؟ قلت لها ده انا فلاح بفاس والعقل من راسي راح، الناس نايمة في بيوتها وانا في ساحاتي الاولياء سوايا. على باب الاوضه بيت من بره صارخ وبكت ولا خير. اسمع في العمر
كله كانك ما أجمل حكاية في العمر كله سنين دخلها اسمع لك تاني وحمديه ميت ربيع استاذ حماد محمد حماد استاذ وائل محمد حماد استاذ مجدي محمد حماد مهندس عماد محمد حماد حاج محمد علي سيف حماد استاذ علي مصطفى حماد استاذ عماد عصام حماد استاذ علي ومحمد عصام حماد الحاج عبد الرحمن سيف حماد والاستاذ محمود مصطفى حماد بحي الليلة واللي مشرفين فيها وبنحيي كفر الله واللي بيقول من كفر الله وبنحيي الأوروبية والمنوفية وكل الناس اللي شرفونا ونورونا
ساره دخلت لفلفت والان فاضيه ومشيت مع المرساد، بس كل تفكيرها انها تموت نفسها ازاي. لغايه ما وصلت على الجبل وقالت له استنى يا سيدي هنا انا جاي اوام. سارة دخلت الجبل تتمنى فيه موتها، سارة دخلت الجبل تتمنى فيه موتها، وتوغلت في الجبل الوحش ياكلها، وكان من غير ربنا مطلع على كل احوالها. بص بعيني جلا قطر كبير جايب طفلة وشايلها. الطير جايب الطفلة ازاي؟ الطير جايبها بلفة. الطير جايبها بلفة. لما صار شفتها هدمت عليا وشالتها، ولا بلحقني ما بين الله طلعت وجهي يا منور تاني الجواب مستنظر. اكتب جوابها اللي اتحضر كانت عليه زي الشجاع. اسمع هي داخلة الجبل تموت نفسها. شوف احنا لسه بنقول ايه، مفيش يقف دبة في دنيتك دي غير ربنا ولا اي مخلوق. اسمع الطير جايب هبل لفتها، الطير جايب هبل لفتها، لما سارة شافتها هدمت عليك وشالتها، ولا بتحني ما بين الله شالت البنت من اللفه بتاعتها وتانيتها ماشيه لغايه ما وصلت عند عماره جوزها وقالت له مبروك عليك بنتك. قال لها بنتي انا؟ ايوه. طب نسميها ايه؟ قالت له انت ومزاجك. يعني سميها على مزاجي. ايوه. بصت لقيت البنت جميله قوي. قال لها مش هنسميها كده لما نعمل ليله الاول. زي الليله اللي احنا الجميله اللي احنا فيها دي. ليلتها عشانها عملوا ليله دينيه ولما لقوها جميل سموجة حورية الخدي وردي وكانت العيون عسلية. الخدي وردي وكانت العيون عسلية. والوجه سبحانه من ابدع الحلوين في الدنيا. كانت جميله حوريه جمال رباني. انت كنت بتقول ساعه وروح يا اخي خلي عندك شويه من الاحمر. انت بتقول كده على ما تضحك على الزبون. ليلتها عشانها عملوا ليلة دينية ولما لقوها جميلة سموجة حورية.
الله يا شرف مليتك مليتك على طلع العين بفريتك خايل في وقفتك يا راجل على طلع عايزين للسلطن وهي من عند ربنا. انا قلت لك تعالى مصر انا واتحدى بك العالم يا روح والله لو وقفت وقلت حاجة اي من اي ايدي اما تقربيات على قشط عسل منجة والنبي بشرف اذا جاء الامر فشرب خمر وسقيني. الناس بتسكر من خمر الدنيا يا روحي بس على طلق انت كلامك خمر لما بنشربه بيفوق ما انت يعني هقول لك ايه عجز الالم في الشعر فيه. انا قلت يما هاتيلي الم وكراسه وفيني المدرسه اتعلم قالت لي عيب عليك ده انت واقف جنب استاذ ودكتور ومعلم ولما لقوها جميله ببسمتك وضحكتك ورقصتك وبذاتك والله انت اذكر السلطان وانا عارف ربنا يعينك زي بنات اليومين دول تشوف البنت معديه تلاقيها بنت انما بعيد عنك
ده كله تركيب ويدوكم. انما دي كانت جمال رباني شكلها ايه. الراس دي راس يا بان، الراس دي راس يا بان، ولقيه رحله الشعبان حواكي عبد الرحمن، قلب عيون وزنان مناحي مدقن الشام، والبقولة خاتم سلمان رقبتها حكوزي العطشان، سجنيها الهدر رمان بطيها عين حمراء، رجلي جارك اللي جارك اللي جارك اللي وزنان. تلفها تاني والله تاخدها واحدة واحدة، انا قلت لك ودني بتوجعني. كمل يا عم الشيخ ما تزعلش، ده انا المفروض ازعل. لا ده هو ده الاخير شكله ايه. الراس دي راس يا باب والدور والقرى للشعب حواك حواك الرحمن عيونها عيون غزلان انا خلقة بأمن الشيب والبن خاتم سرمان رقبتها جوز العشان صدريها الهد رمان. هكمل مكان واتنين ولا يهمك خلي قلبك جامد. كمل وخلي قلبك جامد، احنا عارفينها كلها. افتى بحالك سمى حالي من اوصف لك كده اوصف لك هنوصف ايه بس تاني. شكلها ايه زي القمر واجمل منه زي القمر واجمل منه الورد لونه في خدودك اما الخرير زي شعور والشد سكر من رجاه وعميك الظل وفي كاس شكلها زينا زينا زي القمر واجمل منه زي القمر واجمل منه الورد لونه في خدوده اما الخرير زي شعوره والشهد سكر من رجله وعينيك حلوه وفي الناس جن ولا 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 بزميتك 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 مش يعمل من حديد صنع 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 ايدي 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 يا راجل حرام عليك قفلت بيت والله قفلت بيت. ما قلت لك قلت لك قلت لك يا راجل شفت من عندك والنبي يا بشار بعوج منك شفت من عندك عشان خاطر عشان خاطر انت كنت تعبان وفتلت وبيت هيك 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 هيك. شكلها ايه زي القمر واجمل منه زي القمر واجمل منه الورد لونه في خدوده لما
لما الخريف زي شعر ده والشهد سكر بالريق والشهد سكر من رقيقه وحديك حلوه وفي كاس جد سبحان من صورك يا سيدنا النبي صلوا عليه شكلها كده سبحان من صورك يا نبي مصباحي من غير نور بلا نار يا سيدنا النبي ده سيدنا النبي نور على نور نورت الخرم والبيت سريت لسبع سما وبالانبياء صليت مصباحي من غير زيت نور على نور ده سيدنا النبي نور سبع سبع سريت لي سبع زمن وبالانبياء صليت
خطيبتي ربك يا سيدنا النبي. وجبت الشفاعة وجبت علي الوعدي ألم طول علي سنين يا شيخ العرب يا كلهم روح يا ابني طنطا تجدينك شيخ العرب نادى علي باب الحبيب النبي باب القبول نبي وقل له يابا يا بدوي لي طلب راجي والولاية فيه اسقين كاس الرضا والولاية فيه ماليش طلب غير كده قول لي يا سيدي يحقق لك الوصل بعد الفصل لك يعطيه ان كنت عاوزت نور وانتج على شيخ العرب وماذا عليه يا حب يا حب
طن طن تجدينك شيخ العرب نادى عليك يا عيني تجدينك شيخ العرب غالي